من الذي بيده جلب المنافع ودفع الضرر عنا؟ من ati ninde ninde ufite kwa yagira cha gukorera cyiza cyangwa se yagukiza iki الجن نيجيني شياطين شياطين السحرة أبرزير وفيتو بوشوزي الله سبحانه وتعالى الله ويجيني نوشو فيتو بوشوزي ويجي زر بوكولي فرعون فرعون طاغية يرمونو مهاكد يكوميتش ادعى أنه رب يا بوزي كريما جمع السحرة يكوزا جي جمع سحرة أبرزير مشركين بالله جاء موسى وحده عليه الصلاة والسلام وحده ماذا معه؟ عنده قوة موسى؟ لا توكل على الله غلب أو لا غلبهم آمن كل السحرة آمنوا بمن؟ آمنوا بموسى أو بالله؟ موسى بالله سبحانه وتعالى. الله لا تخاف إلا من الله. الله سبحانه وتعالى. والله لو خفت من الله يخاف من كل شيء. عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. إذا مشى من طريق. الشياطين لا تمشي في هذا الطريق. بماذا؟ بقوة عمر. بالله سبحانه وتعالى. سليمان عليه الصلاة والسلام كان بعض الشياطين والجن يقيدهم سليمان عليه الصلاة والسلام بقوة سليمان عليه الصلاة والسلام. بالله لا تخاف إلا من الله. ادعوا هؤلاء عائلتك ادعهم الى الاسلام. لماذا تترك العائلة على الشرك على السحر على البدع؟ ادعهم الى الله. لا تخاف الا من الله. يا اخواننا لابد نبدا هؤلاء بالدعوة. إذا ما بدأنا هؤلاء بالدعوة هم بدأوك بالدعوة. لكن لا تتفلسف. لا تفتي. لا تناظر. الذي تثق منه 100% هذا علم الناس. لا تخرج عن الموضوع. في أنواع التوحيد مثلا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، فقط هذه الأشياء التي تثق منها 100%. دعاء واحد مختصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. دائما قل هذا لا يضرك شيء.